طبعا اليوم نحن في اغلى بطوله عندنا في اجنده اتحاد الامارات للجوجيتسو، كاس رئيس الدوله تحمل اسم غالي على قلوبنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه. البطوله هذه هي جوله واحده دائما تكون في رمضان، تجربه سابقه سويناها من سنتين ولقينا نجاح كبير واقبال عليها في هذا الشهر الفضيل، استكملنا عليها، لكن السنه هاي تكون مميزه اكثر في الفئات الكبار، المنافسات قويه. نحن كاتحاد الامارات للجوجيتسو البطولات هاي تستهدف الانديه المحليه، نشوف مستواهم الفني، تجهيزهم للبطولات الكبيره القادمه اللي راح نستضيفها، بطوله اسيا اللي راح تكون شهر 5 ان شاء الله، وبطوله ابو ظبي العالميه شهر 11. كل هذه المنافسات المحليه تبين لنا المستوى، اللاعبين مستواهم الفني ومتابعتهم اكثر، هل يحتاجون تدريب، رفع مستوى التدريب او المواد المستخدمه في التدريب ايضا. طبعا كاس رئيس الدوله الانديه دائما تحب تشارك فيها، جوائزها الماليه كبيره، التنافس قوي جدا، احنا اكتسبنا خبره من حيث ان خليناها مجموعه، نظامها قريب شويه، نظام مجموعات اكثر ما هي فردي، فتحس فيها اكثر يعني تلاحم. احنا اليوم في بطوله تحمل اسم سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، هي أكبر بطولة لنا، هي فخر لكل لاعب جيتسو المشاركة فيها. اللاعبين الكل متحمس، نظامها نظام يختلف عن البطولات الأخرى بنظام الفرق، تعودنا نسويها في رمضان، لها إقبال طيب وصدى طيب، وهذه أحد البطولات الرئيسية اللي تساعدنا في استعدادات لاعبينا. ونحن مثل ما تعرف احنا مقبلين على بطولة كأس آسيا اللي بنستضيفها إن شاء الله في أبو ظبي شهر 8، فاللاعبين اليوم بيخلصون من هذه البطولة وبيدخلون في معسكر استعدادا لبطولة آسيا القادمة إن شاء الله. لاعبين المنتخب الجوجيتسو بشكل عام ما شاء الله عليهم منضبطين، ما وقفوا تمارين، ملتزمين بالبرامج اللي موضوعة لهم اللي كانت مع المنتخب وحتى كذلك مع انديتهم. هذا اليوم نشوف انعكاس هذا التمرينات والتدريبات اللي كانوا يسوونها والبرامج على مستواهم اليوم الفني. احنا دائما اي بطولة نطمح للأول.